روحي بس لعند افتكار ولعند هنية، بلا هالسبع لفات لعند السبع بنات. أمرك سعاد خانو، أمرك. ما يؤمر عليك يا ظالم تقبريني. يلا ماشي الحال، اليوم رح خليكي تروحي على ضمانتي. روحي تقبريني، روحي الله معك، بس لا تطولي، رجعي بسرعة. الله يخلي لياك يا سعاد خانم، يلا بخاطركم. مع السلامة والقلب داعي لك. على عيونك بهيجة؟ بهوش؟ قدرتي بلا قدرتي. متفقنا. تقلي لي سعاد خانم، بس ما علينا ما علينا. دخليك شو قصة نفيسة؟ يعني شو قصة السهتنة تبعها؟ كأنه مولا الله. أنو سهتنة؟ أنو سهتنة؟ أمرك سعاد خانم، على عيني سعاد خانم. شو هالكلام الحلو؟ ما خرطوا لمشطي. أنا ما بعرف شي وما دخلني بشي. ماشي يا بهيجة، رح أعمل حالي جدبة وصدق إنه أنتي ما دخلك بشي، بس إنه صدق إنك ما بتعرفي شي ما حذرتي. لك احكي احكي شبه بقية للبحصة، احكي وإلا بقله لأبو راتب شي صار وشي ما صار عنك. نفيسة راحت عند الشيخ أبو حبلة. ومينو هذا أبو حبلة؟ هاد شيخ كتير منيح، بيقولوا إنه بيفك سحر. يو أي سحر؟ نفيسة بتقول إنك عاملة عمل لأبو راتب. تعمل تحت إلهي أنا؟ لك أي عمل؟ احكي احكي احكي. ويا على قامتكن إن شاء الله، والله قلبي كان حاسسني إنكن عاملين اللي عاملين.